الله وابن الله عارف أول صفوف صفوف الجندية، والحمد لله رحنا استفدنا، وصاحب الجلالة محمد السادس راه تهلا فينا، الله يجعل سيدي ربي يتهلا فيه، وكنطلبوا له إن شاء الله الرحمن الرحيم الشفاء العاجل إن شاء الله الرحمن الرحيم، وسيد الوالي إن شاء الله، وكنشكروا الشكر الجزيل السيد الوالي ديالنا اللي سهر علينا وخدام ودير لنا الخدمات إن شاء الله الرحمن الرحيم، ومنقلينا الدنيا، نقلينا الدنيا من جميع الميكروبات ومن جميع الحشرات ومن جميع المسائل، والحمد لله. استفدت أنا في العرصة، أنا أعطوني شقة الحمد لله في العرصة استفدت فيها، والحمد لله وراني جمع وليداتي الحمد لله، ورحنا فرحانين، وعاش الملك، والله يشافي محمد السادس، الله يقعد وسادو. أنا كنت ساكن في الدوار ديال المخازنية، والحمد لله استفدنا، وعطانا محمد السادس الحمد لله عطانا شقق جاهزين مزيانين الحمد لله، وخلصنا الواجبات ديالنا اللي واجبة علينا خلصناها والحمد لله. أنا مزيانين الناس، أنا سكنت في الدار بقى صغيرة، دابا عندي 90 عام، وتبرعت فيها وعشت فيها والحمد لله. ودابا عطانا سيدنا الله يخلف عليه والله يعطيه صحته والله يخلي لنا، والله خلنا الشعب ديالنا، راه فيه ولادنا وفيه حبابنا وفيه خوتنا، راه ما عنديش الولاد، هما لولادي هما لخوتي، والله يعاونهم ويسرهم وكون منهم ويزيد مالكنا ويطول عمره ويعطيه صحته، عتقنا بهاد الدويرات الله يعتقه ويعطيه صحته ويرزق، والله احيا الملك انا في العيشه ديالهم، والله يعاونهم والله يسرهم، والله يخلينا مالكنا، الله يخلينا مالكنا ويعيش شعبنا ومالكنا وبلادنا.